ما هو الفرق بين الخزف والفخار؟ يعرف الفخار في اللغة على أنه كل آنية صنعت من الطين ثم تعرضت للنار لتصبح فخارا، علما بأن الفخار يعتبر المادة الجديدة الناتجة عن حرق الصلصال. ومن الجدير بالذكر أن الطين هو المادة الأساسية التي تدخل في صناعة الفخار. أما الخزف في اللغة فهو الجر، جمع جرة، أي ما يبيعه الخزاف. ويعرف اصطلاحا على أنه كل آنية فخارية تم تزجيجها أو طلاؤها باستخدام أصباغ ملونة لمنحها بريقا ورونقا، وتجدر الإشارة إلى أن الخزف عبارة عن منتجات متنوعة يتم تشكيلها باستخدام طينات معينة، وذلك بعد خلطها مع الماء لتصبح مادة مرنة وسهلة التشكيل. ثم يتم تجفيفها من الماء وتوضع داخل أفران ذات درجة حرارة عالية محددة، وتترك إلى أن تصبح فخارا صلبا، ثم تطلى بعد ذلك بطلاءات زجاجية لإكسابها طبقة ملونة قد تكون شفافة أو غير شفافة، كما قد تكون لامعة أو غير لامعة، لتصبح في النهاية خزفا. ما هو الفرق بين الخزف والفخار؟ يعتقد الكثيرون أن الخزف والفخار يتشابهان وأنه لا يوجد فرق بينهما، إلا أنه في الحقيقة توجد بعض الاختلافات بينهما، ويمكن توضيح هذه الاختلافات وفقا لبعض المعايير. المعيار الأول هو المقدرة على رشح الماء، حيث يسمح الفخار للماء أو السوائل بشكل عام بالرشح من خلاله، أما الخزف فلا يمكن للماء والسوائل أن ترشح من خلاله. ثاني معيار هو المقاومة للخدش. يعتبر الفخار من المواد القابلة للخدش، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن خدشه بسهولة بواسطة سكين أو آلة حادة، أما الخزف فهو غير قابل للخدش أبدا، ويعود السبب في ذلك إلى وجود المادة الزجاجية التي تتميز بمقاومتها للخدش. معيار المقدرة على كشف الضوء. يتميز الفخار بعدم مقدرته على كشف الضوء، فهو مادة معتمة ولا يسمح للضوء بالمرور من خلاله، أما الخزف فقد يسمح للضوء بالمرور من خلاله، ومثال ذلك الخزف الصيني. من معايير التفرقة بين الخزف والفخار هو اللون. قد يكون لون الفخار دون النظر إلى الطلاء أسود أو أحمر أو رمادي، أما الخزف فقد يكون قبل طلائه بألوان مختلفة. وكذلك معيار طريقة الصنع. ينتج الفخار بعد أن يتم وضع الطين في الفرن، أما الخزف فينتج عن طريق تزجيج الفخار.